وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. بمعنى أن الإخوة هما في الطريق كاملة، كاع الطريق كاملة، وهما جايين توصوا خوهم بنيامين أنه يتعامل مع عزيز مصر معاملة مزيانة، وحاول أنه يتودد لعزيز مصر ويحاول يتعامل معاه معاملة مزيانة باش يحبوا عزيز مصر، باش يوفي لهم الكيل، باش يعطي لهم كتار من القياس ديال القمح. داك الشيء علاش كيف وصلوا الإخوة لمصر آوى إليه أخاه، مشى بنيامين اللي عند عزيز مصر اللي هو يوسف عليه السلام، وبقوا الإخوة شوية بعاد حيث عزيز مصر كان يسول على أخوهم. داك الشيء علاش خلاو ليه الحرية: سير أخونا لعند عزيز مصر وقول ليه هضرة تكون زوينة وتكون محترمة باش يزيد يحبنا، باش اش يزيد يوفي لنا الكيل. داك الشيء علاش اللي كيف وصلوا لمصر لعند عزيز مصر قالوا لخوهم ايوا سير لعندو، حنا مبعدين شي شوية. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، مشى لعندو الأخ ديالو اللي هو بنيامين، قال إني أنا أخوك، حيت بينو تهضر بينو وبين الأخ ديالو بنيامين. قال لي يوسف عليه السلام مباشرة الحقيقة شكون يكون هو، قال لي أنا راه يوسف، أنا راه أخاك، فلا تبتئس، لا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني ما تحزنش حيت كانوا حاقرين عليك، وبالخصوص منين أنايا رموني في غيابة الجب، ومنين أنايا باعوني، منين أنا فرقوني عليك وحقروا عليك أنت بوحدك، بلا ما تحزن على هذاك التصرفات الخايبة اللي كانوا تتصرفوا معك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اللي كيف قلنا من بعد أنهم مشاو للدار ديال الضيافة واستقبلهم ووكلهم، والله سبحانه وتعالى وحى ليوسف عليه السلام بواحد الخطة يديرها باش يخلي خوه بنيامين معاه. تيقول لنا الله سبحانه وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم، اشنا جهزهم بجهازهم، شرحوها مرة أخرى، جهزهم بجهازهم بمعنى عمر لهم دوك الأكياس اللي جايبين بالقمح ودارها لهم فوق هذاك الجمال اللي هما جاو بهم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. اشنا هي هاد السقاية بعدا؟ هاد السقاية هو إناء تهدى ليوسف عليه السلام من الملك. كيف قلنا أنه كان ملك أب وملك ابن، هذاك الملك الأب قلنا أنه كان مدمن ديال الخمر، داك الشيء علاش اللي ترصبت السموم ديال الخمر في المعدة ديال الملك، مات وجاء من بعده الابن ديالو كان أكثر وعي وكان أكثر تفهم، غير شاف هذه المعجزات من عند يوسف عليه السلام هو اعتنق الدين الاسلامي. ولكن بقات عند الملك الابن عقده ديال اش؟ ان باه كان تيشرب الشراب، داك الشيء علاش اللي تسمم ومات. داك الشيء علاش هذاك الاب كان تيشرب من هذاك الاناء اللي ديال الذهب، وهذاك الملك الابن هدا هذا الاناء ليوسف عليه السلام. هذاك الاب كان تيشرب الشراب، ما تيشرب الشراب في اناء صغير، يعني يشرب اذا عمروا لي واحد شويه عاود ثاني يشرب، عاود ثاني عمروا لي شويه وعاود ثاني يشرب، لا، في بلاص ما كل مره يقول لهم عمروا لي ويشرب وعمروا لي ويشرب، قد واحد الاناء كبير، اناء كبير قدو ديال الذهب، وكانوا تيعمروا لي فيه الشراب، وتبقى تقريبا واحد ساعه ولا ساعتين وهو قاعد تشرب الشراب، بحال مثلا الى شي راجل تتلقاه ما تيشرب الشراب بالكاس، وشنو تشرب الشراب بالقرعه، قال لك بغيت نبدا كل مره تنكب تنكب تنكب، اللهم نشرب بالقرعه وبلا ما نبدا تنتكرفس. هذا هو التفكير ديال الملك الاب، قال لك بلا ما نبدا تنشرب كل كويس يبداو تعمروا لي يعمروا لي قد اناء كبير. هذاك الاناء كبير اللي كان سبب ديال الوفاه ديال الملك الاب، حيت تشرب فيه الشراب، وشرب كان بطبيعه الحال راه احسن شراب هو اللي قديم، يعني قديم فيه واحد النسبه ديال التسمم، من ترصبت لي في المعده مات. الملك الابن هذا الاناء تما ما شافو تيحزن حيت باه كان مدمن ديال الخمر، وكان هو السبب ديالو ديال الموت ديالو، داكشي علاش اللي وفي نفس الوقت غالي حيت مقاد بالذهب، داكشي علاش اللي عطاه ليوسف عليه السلام.
إذا يوسف عليه السلام عطاو لي هذا الإناء. هذا الإناء بمعنى أنه هدية، والهدية راه ما تتباع وما تتعطاش لشي واحد آخر. داك الشيء علاش كان هذا الإناء خاص ديال يوسف، مرة مرة تعود تعمر به القمح للناس. وهنايا تقول لنا الله سبحانه وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية. هذا السقاية هو هذا الإناء، مرات يتسمى بالسقاية حيت كانت حيت ممكن تكب فيه الماء وتسقي راسك به، يعني تشرب به. مرات يتسمى بالصواع، صواع بمعنى إناء اللي به تنبداو تنوزنوا به، تنبداو تنعمروا الأكياس. إذا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، يعني جعل السقاية في هذاك المتاع ديال بنيامين. صافي وهما بيخرجوا النهار الاخر، بيخرجوا باش يمشيو للشام، وهما يلاه بيخرجوا غاديين شويه يركبوا على الجمل، يلاه مشاو واحد المسافه قليله. هما يعيطوا عليهم الفتيه ديال يوسف، قلنا ما تنقولوش خدامه احتراما لهم، سماهم الله سبحانه وتعالى فتيه بمعنى الشباب، احسن انك تقول لي الخدام العامل فتيه. قالوا اذا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن. اشني اذن مؤذن؟ بمعنى نادى مناد. اذن مؤذن نادى مناد بصوت مرتفع: ايتها العير انكم لسارقون. اصحاب هاد الجمال انتم راه شفاره. هم يرجعوا لعندهم الاخوه وقالوا لهم حسنوا الالفاظ ديالكم، حنا راه ماشي شفاره، قولوا راه تضر لينا، ماشي تقول تشفر لينا، حنا راه ماشي شفاره، حسنوا الالفاظ ديالكم. قالوا الاخوه واقبلوا عليهم، يعني رجعوا لعند هذوك الفتيه، قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون، يعني قولوا راه تضر لينا، ماشي تقولوا تشفر لينا، حنا راه ما تنشفروش. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قولوا اش اللي تفقد لنا تضر لنا، ماشي تقولوا تشفر لنا. هما يحسنوا الالفاظ ديالهم هذوك الفتيه. قالوا نفقد صواع الملك، راه نفقد اش الصواع اللي هو الاناء اللي به الملك، اللي هو يوسف اللي به الملك تيعمر القمح للناس، او هنايا صواع الملك بمعنى الصواع ديال الملك اللي تهدى ليوسف عليه السلام. نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. تيقول لهم يوسف عليه السلام وراه اللي جاب لي هذا الصواع ولقاه ليا راه غادي نعطي ليه حمل ديال بعير ديال القمح، يعني اكياس عامره بالقمح كاينه محملها اش هذوك الجمال، حمل بعير. هو يقول لهم يوسف عليه السلام وانا به زعيم، يعني كفيل وضامن. زعيم بمعنى كفيل وضامن، بمعنى تنوعدكم اي واحد لقاه ليا راه غادي نعطي ليه واحد الجمل محمل بالاكياس ديال الطعام ديال القمح، وانا به زعيم. قالوا الاخوه، قالوا تالله، تالله بمعنى والله، قالوا والله، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض. عرفتوا اننا احنا ما جيناش باش نفسدوا في الارض، وما كنا سارقين، ما عمرنا احنا كاع ما سرقنا ولا فكرنا اننا كاع نسرقوا. هو يقول لهم الفتيه، قالوا فما جزاؤه داك السارق، اشنا هو الجزاء ديالو عندكم انتم في الشام، ان كنتم قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، يعني انتم الا كنتوا كذابه وتكتشف ان واحد منكم هو اللي سرق، اشنو الجزاء ديالو، اشنو الجزاء ديالو بالنسبه لكم انتم في الشام. هما يقولوا ليه في الشام عندنا حنايا الا فتحت لقينا داك السارق، لقيناه وتبتت عليه الجريمه، السارق تولي عبد عند المسروق، هذاك السارق تولي عبد عند من؟ عند المسروق. قالوا جزاؤه، شكون هو جزاؤه؟ هذاك اللي سرق، جزاؤه من وجد في رحله، يعني الجزاء ديال ذاك المسروق، ذاك اللي مثلا انا تسرقت لي شي حاجه، الجزاء ديالي انايا، يعني بغيت تحكم ليا انايا اللي سرق مني شي حاجه، بغيت تحكم ليا هذاك السارق بيولي عبد عندي انايا. قالوا جزاؤه، يعني الجزاء ديالي انا اللي تسرق مني،
هذاك اللي سرق بيولي عبد عندي انايا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هكا نديرو حنايا الظالمين عندنا حنايا في الشام. فبدأ يوسف عليه السلام تيقلب في الأوعية ديالهم، بدا تيقلب في المتاع ديالهم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدا يدخل يديه وتيقلب في المتاع ديال الإخوة، وبدا بالأخ بالإخوة الآخرين، ما بداش بالأخ ديالو، ما لقاش. ومشى الآخر بدا تيقلب 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 ما لقاش، والناس كلهم تيشوفوا عزيز مصر تيبدا تيقلب وتيشوفوا أشنو النتيجة اللي بغاتكون. بدا تيقلب تيقلب وتقول لهم أعوذ بالله مما رميتكم به، بمعنى تنطلب الله يسمح لي من هذه التهمة اللي اتهمتكم بها. وتقلب عاوتاني في الآخر وتقول أعوذ بالله مما رميتك به، بمعنى تنطلب الله يسمح لي على هذه التهمة اللي اتهمتك بها. وتبدا تقلب تقلب حتى بقى بنيامين، قال لهم بقى بنيامين من الوجه ديالو راه تيبان انه ما عادش يكون هو اللي سرق، صافي يسيروا. قالوا ليه قلبوا، قلبتينا كاملين، بقى لك غير بنيامين بوحدو حتى هو قلبوا. اذا قالوا ليه قلبوا، بمعنى الانظار ديال الاخوه وديال الناس كلهم اللي كانوا في هذا الموقف كلهم تيشوفوا في اش، في عزيز مصر تيشوف اش لي اشنو النتيجه اللي بغاتكم. هو راه عارف فين حط هذاك الصواع، دار يديه هو يهز الصواع، هو يهزو الفوق، هو يقول لهم، هو يوريه لهم. صدموا الاخوه من خوهم بنيامين، صدموا. فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه، كذلك كدنا ليوسف. كدنا ليوسف بمعنى ان الله علمه هذه المكيده، وعلمه الله سبحانه وتعالى هذه الحيله، بمعنى واش هذا الاتهام اللي اتهمهم، واش يوسف عليه السلام هنا دار شيء حرام؟ لا. علاش؟ حيت هنا الله سبحانه وتعالى تيقول لنا كذلك كدنا ليوسف، بمعنى علمنا ليه هذه المكيده. وبالتالي ان الله سبحانه وتعالى هو اللي وحى ليوسف عليه السلام وعلم ليه هذه الطريقه باش يخلي خوه معاه في مصر، ما عليه حتى شي حرج يوسف عليه السلام وما عليه حتى شي ذنب. وتزيد تاكد لنا الله سبحانه وتعالى من بعد ما قال كذلك كدنا ليوسف، قال لنا الله سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، دين الملك بمعنى حاشيه الملك واتباع ديال الملك، الا ان يشاء الله، بمعنى ان هذا الامر وقع بمشيئه الله سبحانه وتعالى، بل اكثر من ذلك راه الله هو اللي علم يوسف هذا الطريقة، إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء، هاد نرفع درجات من نشاء فيها جوج ديال المعاني. المعنى الأول وهو أن يوسف رفعنا ليه من الدرجة ديالو وروحينا ليه هاد الطريقة، وتنوحيو ليه أصلا حنايا العلم وعلمناه من تفسير وتعبير الرؤى بصفة عامة. وكاين نرفع درجات من نشاء اللي هو الأخ ديال يوسف عليه السلام بنيامين، راه بغيت ترتفع عليه من القيمة ديالو، بيولي يعيش في مصر وبيولي يعيش في القصر ديال عزيز مصر اللي هو خوه اللي هو يوسف عليه السلام. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. إذا هذا فوق كل ذي علم عليم تأكد لنا المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى علم يوسف هذه المكيدة وهذه الطريقة باش يخلي خوه معاه. فوق كل ذي علم عليم. الإخوة تيقولوا معنا يوسف راه مطورين وراه فاهمين وراه قاريين وعارفين الحيل، هو جا يوسف عليه السلام اللي عارف أكثر منهم ووقعهم في هذه الحيلة. وعادي نقولوا كذلك أن علم الله سبحانه وتعالى هو المطلق، حيت شكون اللي علم يوسف عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى. وفوق كل ذي علم عليم، دائما شي واحد يكون عارف، تجي شي واحد يكون عارف أكثر منه. في العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم.
في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. إذن من بعد ما شفنا أن تهمة السرقة تبتت على بنيامين وأنه عادي يولي في أش عادي يولي عبدا عند عزيز مصر، عادي يولي من حاشية الملك، عادي يكون عبدا عند يوسف عليه السلام، وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعني تحاولوا الإخوة هنايا أنهم يبرروا الموقف ديال خوهم وانه هو راه هكاك داير، هو واحد خوه بس زعما كاين يبينوا انهم هما راه زوينين راه مزيانين راه هاد الاخ ديالو وخوه هما اللي خايبين. اش قالوا العزيز مصر اللي هو يوسف عليه السلام؟ قالوا ليه قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، واحد خوه حتى هو راه كان شفار. وهنايا هاد الاتهام بالسرقه علاش اللي اتهموا حتى خوهم حتى يوسف عليه السلام بالسرقه؟ على حسب ما تبت في كتب المفسرون ان يوسف عليه السلام ديك الساعه كان باقي صغير تقريبا ديك اربع ديك خمس سنين ست سنين سبع سنين تلت من سنين تقريبا وتسع سنين. في خلال هاد السنوات كان عمته داتو عندها باش يونسها شي شويه حيت يوسف عليه السلام عزيز عليهم وكانوا صغور وكانت التصرفات ديالو الاقوى ديالو زوينه، داكشي علاش اللي داتو عمته صافي ولفاتو بغاتو انها يبقى معاها. وفي نفس الوقت يعقوب عليه السلام اللي هو الاخ ديال هاد العمه، يعقوب عليه السلام صفت ولادو قال لهم سيروا جيبوا لي يوسف راه حتى انا راه توحشتو راه بغيت يوسف نشوفو الثانية. جاو الاخوة باش يديو يوسف عليه السلام، منين جاو باش يديو يوسف عليه السلام اش دارت العمة ديال يوسف عليه السلام؟ هي عندها واحد الحزام، حزام ديال الجد ديالها اللي هو ابراهيم عليه السلام. هذاك الحزام اش دارت؟ لبساتو حزمت به يوسف عليه السلام، يعني دارت ليه واحد الدوره ودوره اخرى حيت راه يوسف صغير، دوره ودوره اخرى وحزمته به ودارت ليه من فوقه هذيك ديك الفوقيه ديالو العبايه ديالو اللي لابس ديك الفوقيه ديالو. وبيديوه الاخوه واحد الوقيته حتى تسمعوا العمه ديالهم تيقولوا راه ما عرفتش شكون اللي سرق ليا الحزام ديال جدي ابراهيم، ما عرفتش شكون اللي سرق ليا الحزام ديال جدي ابراهيم. بداو تتقلبوا معايا، بداو تعاونوها تقلبوا في الدار كامله ما لقاوش. واحد من الاخوه دار جاب يشد بيد يوسف عليه السلام، المهم مس ليه البطن ديالو هو يبان ليه بحال حزام. واش دار؟ هو يبدا تقلب ليه حوايجو، هو لقى الحزام ديال من؟ ديال العمه ديالهم. صافي ملي تبتات ان الحزام راه كاين عند يوسف جات هي تقول لهم اذا سرقني يوسف سرقني. وشنو هو الجزاء ديال السرقه؟ انه تبقى عند ذاك اللي سرقه، يوسف هو اللي سرق اياه، هاد يوسف عادي يولي عبد عندي انا العمه ديالو. اذا دارت هاد الحيله العمه ديالو باش تخلي يوسف معاها، وبالفعل خلات يوسف معاها وقالت لها يلاه سيروا بحالكم، ومشاو بحالهم الاخوه حتى تقريبا كبر واحد شويه يوسف عليه السلام 9 سنين 10 سنين 10 سنوات هو ولات قالت ماشي مشكل نشوفوا وجه الله سبحانه وتعالى في الاخ ديالنا يعقوب عليه السلام نعطيو ليه ولده. صافي هما عطوا هي عيطت الابناء داو يوسف عليه السلام ليعقوب عليه السلام. اذا داك الشيء علاش اللي تقولوا ان يوسف سارق على حساب هاد الواقعه اللي كانت وقعت ليه، وهاد الواقعه اللي وقعت ليه احنا فهمنا انه هو راه ما سرقش، راه غير اتهام بالسرقة. ونقولوا كاع على سبيل المثال السرق هو باقي صغير ما عادي تحسبش عليه كاع السرقة حيت هو باقي صغير،
وهما شدوها عليه، راه سرقتي. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. أصرها يوسف في نفسه، كتمها في يوسف وصرها في القلب ديالو وما بينهاش لهم. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال مع خاطرو، أو أنه قال لهم نيت أنتم شرا شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الله، أنتم شر مكانا، أنتم اللي تسرقوا، والله عارف هذه التهمة اللي أنتم تتوصفوني بها أنها ما كايناش فيها، والله أعلم بما تصفون. وبالتالي من الأمور اللي أنت تديرها باش تقدم الغيظ، إلى مثلا وصفك شي واحد بشي صفة خايبة، راه الله عارف هذيك الصفة اللي وصفوك بها راه ما كايناش فيك، يعني ما كاين لاش تقلق. قالوا يا أيها العزيز، يحاولوا أنهم يقنعوه باش يقنعوه باهم اللي كبير في السن. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. له، ماشي قال لك لنا، له بمعنى أنه هذا بنيامين راه عزيز على باه. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، كبير في السن، فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه، دي شي واحد في بلاصتنا منا حنايا في بلاصته هو، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، تتبنى أنت يلا عمر هذا، دي شي واحد فينا. قال معاذ الله، بمعنى تتفاوضوا مع هنايا الإخوة أنهم يدي شي واحد من غيره وهو تقول لهم لا بدي هذاك. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. غادي نديو داك اللي لقيناه عند الصواع ديالنا، هو اللي غادي نديوه. ولا ديت شي واحد اخر، ان اذا لظالمون، غادي نكون ظلمت. فلما استيأسوا، يئسوا الاخوه، صافي يئسوا من ان يوسف عادي يخلي لهم بنيامين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. خلصوا نجيا بمعنى انهم انفردوا بوحدهم واجتمعوا بوحدهم ولاو بقاو غير اش الاخوه بوحدهم خالصين، ما كان معاهم حتى شي واحد اخر، ما كان معاهم حتى شي دخيل، ما كان معاهم حتى شي راجل اخر من غير الاخوه، كلهم غير الاخوه. خلصوا نجيا، واش تيديروا نجيا بمعنى تتحدثوا بصوت منخفض. ملي تتحدث بصوت منخفض تتسمعش النجوى. خلصوا نجيا وبدا تخاصم عليهم الاخ الاكبر، بدا تخاصم عليهم هذا الاخ الاكبر. الاخ الاكبر هنايا ما عرفناش واش هو الكبير في السن ولا الكبير في العقل، المهم بدا تخاصم عليهم الاخ الاكبر. قال كبيرهم الم تعلموا، واش انتم نسيتوا، ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله انكم حلفتوا لله باش تردوا ليه، حلفتوا لباكم بالله سبحانه وتعالى باش تردوا ليه بنيامين. قد اخذ عليكم موثقا من الله وعقلته، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، في يوسف عقلته قبل اللي فرطته في يوسف وبعتوه، ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض. لن أبرح بمعنى لن أغادر هذا المكان، هاد مصر ما عادش نخرج منها، غادي نبقى هنا. فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي، حتى يدير لي الله سبحانه وتعالى شي تأويل ديال الخير سبحانه وتعالى. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يأذن لي أبي، يقول لي يا صفر سمحت لك صفي يا ولدي يرجع، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني الله يدير لي شي تأويل ديال الخير، عافاش لي ممكن أنني نرجع، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، اللي هو الله سبحانه وتعالى هو خير أش خير الحاكمين. هو يقول لهم خوهم الكبير ارجعوا انتما، أنا بغيت نبقى في مصر، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، راه ولدك سرق، قولوا لي الحقيقة إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا. وما شهدنا، هاد الشهادة اللي تنقولوا لك، هاد المعلومات اللي تنقولوا لك، داك الشيء اللي عرفنا، داك الشيء اللي شفنا، وما شهدنا إلا بما علمنا علم اليقين، وما كنا للغيب حافظين، ما كناش عارفين الغيب، وما كنا للغيب حافظين، ما كناش عارفين الغيب، لكون كنا عارفين ان هذا الشيء بيوقع ما نديوش معانا كاع حنايا، ما نديوش. وما كنا للغيب حافظين، ما صدقتيناش
واسأل القرية التي كنا فيها، اسأل أهل مصر، القرية مصر، سول الناس ديال مصر، راه تفضحنا، راه تفضحنا، كل شيء ساق الأخبار وكل شيء جا وقاعد تشوف سرقتوا عزيز مصر. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، حتى الناس اللي كانوا معنا في القافلة، العير يعني أصحاب العير يعني القافلة، الناس اللي كانوا معنا تهما راه شافوا هاد الفضيحة اللي حنا وقعنا فيها. واسأل القرية، الناس ديال مصر، اش اللي وقع. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. راه تنقولوا لك هي الصدق يا أبانا، ما صدقهمش. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت بمعنى سمحت وزينت، وزينت لكم أنفسكم أن تقوموا بأمر سيء أو مكيدة لأخيكم الآخر من يمين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر جميل، صبر ما فيش تشي شكوى، فصبر جميل. علاش اللي ولات يقول هنا يا صبر جميل؟ حيت قبل منها اش اللي وقع ليعقوب عليه السلام، جا عنده واحد الراجل، واحد صاحبه، هو يقول ليه تهشمت يا يعقوب ولم تصل الى سن ابيك اسحاق. تهشمت يا يعقوب بمعنى وليتي شارف، وبداو فيك العلامه ديال الشرف ديال الشيب وديال التكماش، ومازال ما وصلت حتى لمنتصف العمر ديال باك اسحاق. تهشمت يا يعقوب ولم تبلغ سن ابيك اسحاق. هو يقول له، قال له يعقوب عليه السلام، هذا بسبب ابتلائي بيوسف عليه السلام. هو ينزل عنده جبريل مباشره، تيقول له جبريل، تيقول لك الله سبحانه وتعالى، واش تشكي الله سبحانه وتعالى للعبد ديالو؟ كيفاش اراه شرفت بسبب هذا، بسبب الابتلاء ديال الله سبحانه وتعالى ليا في يوسف؟ مباشره عرف من سمعوا تصدم، هو يعرف انه راه خطا يعقوب عليه السلام، ويرفع يديه ويقول اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عن هذا الخطا، اللهم ارحمني. هو يقول لي الله سبحانه وتعالى سامحتك يا يعقوب، سامحتك يا يعقوب. في العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. إذا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ما فيش شكاية، ما تشكيش، ما تبقاش هي تشكي، حتى يسولك الناس يقولوا لك تتبان لي كذا واش مريض، عفاش تقول لهم أيه راه مريض. أما الناس كاع ما سولوك وكاع تتشكي عليهم، راه اليوم راه صبحت اليوم سخفان، علاش مالك؟ يوم راه صايم، يوم صايم، صايم بجميل، كتم داكشي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، خلي داكشي سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هل لك سر عند الله، بينك انت وبين الله، خليه سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما تبداش تتشكي على الناس، حتى يسولك يقولوا لك راه تتبان لنا كذا، عفاش اللي تقول لهم ها اللي وقع لي وها اللي وقع لي. والحمد لله كاين شي بعض الناس اللي تتلقاهم تبداو تشكي ويراك، ما سولهم حتى شي واحد وتبداو هي تشكي، وين راه وقع لي هكا ووقع لي هكا، وما عرفتش علاش اللي وقع لي هكا، ما عرفتش علاش. راه انت تتكثر في الذنوب، وبغيت الله يسمح لك باش انه تدخل الجنه،
وفي نفس الوقت ما تتنقش راسك انت من الذنوب، التوبه والاستغفار والحسنات يذهبن السيئات، راه تبتليك الله سبحانه وتعالى، او ان الله سبحانه وتعالى تبتليك باش انه يرفعك درجات في الجنه، او انه باش تخرج من الدنيا وانت نقي نقي من الذنوب وتشكي مازال. قول الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى تبتليك، راه الابتلاء راه اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثال ثم الامثال. اذا صبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، عسى الله سبحانه وتعالى يجيبهم لي كلهم. شكون هما هاد جميعا؟ راه ماشي جوج، ماشي يوسف وبنيامين صافي، لا راه جميعا. اللي هما شكون جميعا؟ يوسف اللي ما عارفينوش فين كاين اصلا، بنيامين اللي ولا عبد عند عزيز مصر، والاخ الاكبر اللي بقى تمايا في مصر. داكشي علاش قال هنايا يعقوب عليه السلام عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. عليم راه الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، كل شيء اللي وقع راه عارف الله سبحانه وتعالى، يعني ما كاين لاش نبدا تنشكي على الله سبحانه وتعالى، عارف هذا الابتلاء اللي انا كاين فيه وحكيم هاد الابتلاءات كلهم اللي كاين فيهم انا يعقوب عليه السلام، هاد الابتلاءات كلهم اللي كاين فيهم انا راه الله سبحانه وتعالى عارفهم وفيها حكمه. اشنا هي هذيك الحكمه؟ دروك انا هاني صابر تنشوف من بعد الا فهمت الحكمه راه مزيان، ما فهمتهاش راه تنحمدك الله وتنشكرك، تنحمدك يا الله وتنشكرك. وهذه هي السنه اللي خص تكون عندكم تنتوما، ملي توقع لك شي حاجه حاول تفهم علاش الله سبحانه وتعالى دار لك هكاك، لا ربما انها اشاره لك باش انك انت تبدل واحد الموقف ديالك لواحد موقف اخر افضل او احسن، او انه هو الحسن او انه هو اللي فيه الحسنات ماشي فيه الذنوب. حكيم، او ان الله سبحانه وتعالى راه اصلا ما باغيك انت تعرف علاش باش يختبر الصبر ديالك نتايا. واش الصبر من الصفات اللي خصها تكون فيك؟ ايه، وبشر الصابرين. وبالتالي اش خصك تصبر؟ فهمتي الحكمه؟ اياه فهمتها. ايه واحمد الله وشكره ان الله سبحانه وتعالى انت عزيز عليه وتوجهك في هذه الحياه. ما فهمتيهاش؟ حمد الله وشكره انه تبتليك. اذا اش خصك تدير؟ صبر. والصبر راه تيجي من بعده اش؟ تجي واحد الهديه من عند الله سبحانه وتعالى. تقول لنا الله سبحانه وتعالى ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. وعلى حسب ما تنشوفوا حتى يوسف هنايا الله سبحانه وتعالى راه اجتباه، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث. اجتباه، اصطفاه واختاره وابتلاه. ومنين صبر يوسف عليه السلام؟ راه الله سبحانه وتعالى اعطى له هذا العلم الرائع الجميل اللي هو تفسير وتعبير الرؤى. في العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم. في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. إذا وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى وتولى عنهم، تولى عنهم بمعنى رجع بالخطوات للخلف. يعقوب عليه السلام رجع بخطوات للخلف، بيمشي لبيته باش يبدا يشكي لمن الله سبحانه وتعالى، باش ما يقول شي هضره ويتحسب انه راه تيشكي الله للعبد ديالو، باش ما يوقعش عاوتاني في ذاك الخطا اللي كان وقع فيه ديك المره فاش سولوا ذاك صاحبه قال لي تهشمت يا يعقوب ولم تصل الى عمر ابيك اسحاق، باش ما وصلش في هذا الخطا
انه يولي يتسنى انه تشكي الله العباد ديالو. داك الشيء علاش هو سكت وراجعوا تهضري مع راسه، وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف. تهضري مع راسه وقال يا اسف على يوسف، وما تسحبهم واش يهضر معاهم. قال لهم لا ما تنهضرش معاكم اصلا، وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف. وعلاش قال يا اسف على يوسف؟ على هنا يفقد يوسف؟ لا، راه فقد بنيامين، ولكن قال لك بدايه هذه الاحزان بدات لي من الفقدان ديالي ليوسف. هو البدايه ديال الاحزان من الفقدان ديالي ليوسف. داكشي علاش قال واسف على يوسف وما قالش واسف على بنيامين، حيت قال لك ان البدايه ديال الاحزان هي يوسف، وجات هذه التهادي. وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. لهذا الدرجه بيضت عيناه من الحزن. واش بيضت عيناه من الحزن؟ من البكاء، تعني انه هو ما مامنش بالقضاء والقدر. لا، هذا ما تعنيش انه ما مامنش هو بالقضاء والقدر. راه تيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاش الرسول صلى الله عليه وسلم مات ليه الابن ديالو ابراهيم، وتدفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تيبكي، هما يقولوا ليه الاصحاب ديالو او تبكي يا رسول الله، هو يقول لهم العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون، وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. واحد مات، واحد من الابناء ديال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبدا تيبكي، وقالوا ليه قالوا ليه الصحابه او تبكي يا رسول الله، هو يقول لهم العين تدمع. ماشي مشكل العين تدمع، حيت راه كاين شي بعض المواقف اللي القلب ديالك تعمر بالحزن لدرجه راه تبغي تحبس الدموع ديالك، ما تتحبسوش، غاديين بحال شي واد نازلين. واش هذا تعني انك انت ما راضيش على القضاء والقدر؟ لا، ما تعنيش انك ما راضيش على القضاء والقدر. والدليل على ذلك هو هذا الحديث اللي قلت لكم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفى ليه الابن ديالو، وقال الصحابه العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، وما تنقولوا الا الهضره اللي تتعجب الله سبحانه وتعالى. ما تنبداوش نقولوا علاش يا سيدي ربي خليتي فلان وفلان وفلان، شفتيني هيرانيا، علاش اللي وقع ليا هكا يا سيدي ربي، واش درت في حياتي انا اللي وقع ليا كاع هذا الشيء. لا، هذه كلها هضره فيها شرك، وفيها هضره، وهذه هضره فيها انك انت ما مامنش بالقضاء والقدر اللي تيقول لنا فيه الله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. صافي، مزيان. هنايا يعقوب عليه السلام راه ماشي ما مامنش بالقضاء والقدر، ولكن كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم العين تدمع، لدرجه انه ان يعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم بمعنى حزين، كظيم بمعنى حزين، هذا هو المعنى دياله. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قالوا ليه الابناء ديالو والاهل ديالو عادي تبقى تذكر في يوسف حتى تكون حرضا؟ قالوا تالله، والله لا، انت تفتأ تذكر يوسف تبقى في ذكرك ليوسف. تفتأ بمعنى تبقى في ذكرك، تفتأ تذكر كل مرة يوسف عليه السلام. قالوا تالله، والله لا، عادي تبقى كل مرة تفتأ تذكر يوسف تبقى في ذكرك ليوسف حتى تكون حرضا. شنو هي حرضا؟ بمعنى تمرض مرضا خطيرا، هذا هو حرضا. حفظوا الشرع ديال المصطلحات، راه بغيت نشوف معكم واحد السلسله اخرى من بعد اللي فيها التمارين، نعطي لكم الكلمه او الجمله ونقول لكم اش تعني الكلمه والمصطلحات هذو من سوره يوسف، ونقول لكم اش تعني، وجدوا رؤوسكم. حتى تكون حرضا، حرضا يعني تمرض مرضا خطيرا، او تكون من الهالكين يعني تموت كاع نتايا بصفه نهائيه، او تكون من الهالكين. قال يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله، تنشكي الحزن ديالي لله سبحانه وتعالى، بمعنى راه عباده انك انت يا تتشكي الاحزان ديالك لله سبحانه وتعالى وتتدعي. واش عمرك درتي هذه العباده ولا لا؟ واش عمرك مثلا وقعتي في شي حزن بلاص ما تبكي وتمشي تتبكي مثلا عند الام ديالك، ولا عند الاب ديالك، ولا عند الاصدقاء ديالك، دخل البيت ديالك وتبدا تتبكي وتقول يا سيدي ربي يسر ليا، ويا سيدي ربي هذا الحزن اللي وقع ليا، يا سيدي ربي.
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أشلي تتعرف يا يعقوب تيقول لك أنه هو راه عارف أن يوسف راه ما ماتش. ثم سول جبريل عليه السلام واش الابن ديالو واش مات، ما تجاوبوش كاع نهائيا. علاش ما تجاوبوش؟ حيت عاد يكون السؤال الاخر ايوا فينا هو، مني ما ماتش، مني ما تجاوبوش بمعنى راه باقي حي. وكذلك من الحكمه ومن العلم ديال يعقوب عليه السلام والتجربه ديالو انه فهم ان يوسف عاد يكون ما ماتش ان شاء الله، ما عادش يكون مات. هذا هو المقصود ديال واعلم من الله ما لا تعلمون، يعني تجيه الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ديك الرؤيا اللي كان شاف عارف وفهم منها وتيقن منها ان يوسف ما عادش يمد دابا، عادي يكون عنده واحد المنصب كبير لدرجه ان الاخوه وهو عادي يسجدوا له مستقبلا. يعني يوسف ما ماتش، اعلم من الله ما لا تعلمون. داك الشيء علاش اللي من بعد قال لهم الاب ديالهم من بعد مني صافي قربت عاوتاني ديك الماكله تقاده، قال الابناء ديالو قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. تحسسوا بمعنى ابحثوا وابحثوا بطريقه جديه، تحسسوا ابحثوا عن يوسف واخيه. علاش هذه المره قال يوسف واخيه وما قالش الاخ الاكبر؟ حيت الاخ الاكبر ما وقع في حتى شي مشكل، عادي يمشيو لهذيك البلاصه اللي قال لهم الاخ ديالهم قال لهم لن ابرح الارض، عادي يلقاوه تمايا، لن اغادر هذه الارض، اذا ما عادش يغادر هذيك الارض، عادي يمشيو عادي يلقى خوه، عادي يلقاو خوهم الاكبر. وشكون اللي كاين في المشاكل؟ اللي كاين في المشاكل هو يوسف عليه السلام، ما عارفينوش كاع فين كاين، وبنيامين اللي خصهم يمشيو يبداو عاوتاني تيطلبوا عزيز مصر اخليوه. داك الشيء علاش قال هنايا يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا ابحثوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. روح الله بمعنى رحمة الله سبحانه وتعالى ومن الفرج ديال الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى ديال روح الله، رحمة وفرج الله تعالى. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. الكفار هما اللي تيقولوا ان الله راه ماشي رحيم، بحال ابليس. اشنو هو ابليس؟ ابليس جات من فعل ابلس بمعنى قنط من رحمه الله سبحانه وتعالى، وقال لك ان الله راه ما عادش يرحمه اصلا. داكشي علاش اللي تتسمى ابليس. وهنا تيقول لنا يعقوب عليه السلام تيقول للابناء ديالو ولا تيأس من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا على من دخلوا؟ شكون هما هذو اللي دخلوا؟ الاخوه الابناء الاخوه دخلوا لعند يوسف عليه السلام. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، عرفت راه تضرينا بزاف، تضرينا بنيامين اللي ديتو لينا، وتضرينا كذلك بهاد السنوات ديال الجفاف، وحنايا كاينين في الاسره ديالنا في العائله ديالنا في حزن وفي كآبه، عافاك يا عزيز مصر شوف فينا وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى. قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجات. شنو هي مزجات؟ هبط نسولكم من بعد. مزجات بمعنى رديئه فاسده. حتى هذيك البضاعه اللي جبنا باش نديروا معك التبادل التجاري، نعطيو لك هذيك البضاعه وتعطيني لنا هي القمح، حتى هي راه جبناها فاسده ورديئه. وجئنا ببضاعه مزجات، اذا اش تطلب واش باغيين؟ فاوفي لنا الكيل، وفي لنا الكيل، وتصدق علينا، تصدق علينا، ان الله يجزي المتصدقين. نكسروا الاخوه، تكسروا ميت، واول مره تيطيح عليهم الباطل، ياك شفتوا؟ اذا ذوقهم يوسف عليه السلام من نفس الطريقه اللي داروا ليه. هما رموا عليه الباطل وقال لك راه يوسف راه كلاوه الذئب وباعوه، حتى الله سبحانه وتعالى وحى ليوسف عليه السلام انه يدير لهم هذيك الحيله باش يجربوا انهم يوقعوا في الباطل، تطيح لهم الانسان الباطل باش يفيقهم. حيت الفيديو اللي من بعد اللي غادي نجيو غادي نشوفوا انه صافي راه ولا اعترف لهم وتسامح معاهم.
الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا